واش مازالك ازرق واش مازال امين هنا يا جماعه راكم تشوفوا خطره سطيف خطره تبسه خطره شلغوم خطره المديه خطره اللي هنا رانا في النعامه خطره وهران هنا رانا في النعامه اعطيني ناس النعامه واش راهم يقولوا في الانتخابات تفضل الانتخابات ان شاء الله كاع رانا ان شاء الله كاع واللي ثاني راه عازف باش ما يمشيش الانتخابات نوجهوه ونعطوه كلمه لان هذه راه من مصلحه نتاعنا حنايا حنا ننتخبوا على السيد تبون بكل صراحه وبكل حريه على السيد تبون لا علم لي وما نعرفهمش اصلا عندنا الرئيس رئيس عبد المجيد تبون يعني ملي بدا في العهده تاعه راه نشوف التنميه تطلعات البلاد الحمد لله فاحنا معاه للاخير ان شاء الله نتوجهوا نزيدوا نوجهوا الناس الانتخابات وان شاء الله تكون بقوه لا الانتخابات الاستحقاقات الجايه انتخابات رئاسيه الحمد لله حنا ما لاحظناه في السيد الكريم اللي خدم البلاد وقدم مجهودات كبيره نشهدوا له شهاده حق ونتمنوا باش يتم في كيقول لها في مواصله اتمام التنميه وكيقول لها تحسين الاقتصاد على مستوى الوطن وكي قال له حنا نشهدوا له المجهودات اللي راه يقوم بها ونتمنوا كي قال له الشعب كل يحضر كلمه حق باللي يودي تبون نخدم البلاد ويستاهل باش يكون رئيس في العهده الجايه مستقبلا ان شاء الله. مترشحين نعرف عبد المجيد تبون برك. وفي الحقيقه رجل صالح خدم البلاد الله يبارك وان شاء الله هذا العام فني يعاود ان شاء الله. احنا الحمد لله لدينا كلام صريح ان شاء الله هذا العام نديروا معه ان شاء الله تخبوه ان شاء الله تبون اي ولا هذا راي المواطن كما رانا نقول لكم بكل عفويه مواطن راه حر كان حتى واحد يفرض عليه شوف مواطن الجزائر ختامة خليني نقول لك هذه كلمة برك المواطن الجزائري ما كان حتى قوة في العالم تقدر تفرض عليها رأي صدقوني لأنه راسه خشين المواطن الجزائري يدير رأيه يدير رأيه هذه يا جماعة الخير بقات سمعنا على الحملة الانتخابية العادة تاع اليوم أخلاص تبقى على خير تهلاو في بعضكم إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله